كوكو البنات، صباح النور عليكم. مش اخباركم لاباس؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غنديكم معايا الاسواق السلام. مشيت باش ناخذ شي حويجات بانوا ليا في ديبليون بانهم حطوهم دي زوفر واعرين واعرين، وقلت مين دخلت غادي نوريكم معايا العروض ديال رمضان. صراحه داك الشيء رائع البنات، الاثمنه خياليه، يعني اثمنه واعره. كي كتشوفوا هنا هاد لي سيرفيس كاملين ديال 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 الحريره، يعني ولا ديال الصوبه، يعني ديال رمضان. هادو دايرين لهم فقط 200 درهم من 499 درهم، يعني من 500 درهم دايرين لهم فقط 199 درهم. فيهم انواع والوان واشكال، يعني ها اللي كاغي ها اللي مدوره، فيهم صراحه داكشي واعر البنات، اتمنى توب توب توب. فصراحه هادو زوينين بزاف، خديت منهم ان سوبياغ بالزليفات ديالها. كذلك دايرين هادو غير لي سوبياغ بوحديتهم، حتى هما الثمن ديالهم مزيان، دير لهم فقط 130 درهم. هادو كي كتشوفوا الموديلات الجداد اللي خارجين دابا، يعني شي حاجه مودرن وزوينه هماويه كتحط في الطبله. وكذلك دايرين دي سيرفيس ديال الطويسلات، لشي حاجه صراحه زوينه كي كتلاحظوا، يعني اللي مزوقين اللي سامبل اللي داخل فيهم شويه ديال الدوغي، اللي يعني اللي ازالي الالوان. كذلك كاينين بزاف 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 ديال لي موديل. وهنا عاوتاني كاينين هاد صراحه هاد لو بلا هذا بحال المقيله، بحال الشكل ما عرفتش كيفاش نقولها لكم. صراحه زوينه، هذه كتحط فيها لي فرماج، داكشي ديال الفطور كتحطوهم، كتجي بريستيج البنات في الطبله، والله الا زوينين. فيهم لي اوفال، فيهم اللي دايره بحال هذا الشكل، وكتجي ثقيقله، يعني داكشي مودرن ديال هادشي اللي خارج دابا. وكذلك بالنسبه لهاد لي مول هادو، فهما هنا دايرين جوج ديال لي مول، يا اما دايرين يا اما كاري يا اما اوفال، كاملين بنفس الثمن. وهذه هذيك لا مارك زوينه، يعني حاطين لا مارك زوينه، هذيك انا عن تجربه عندي. وكاين عاوتاني هاد السيت هذا اللي كتحطوا فيه لي بات، يعني كمنظمه المطبخ ديالك. حتى هو صراحه هو كيتباع نورمالمون غالي، هنا لقيتو فقط 110 درهم. وكذلك هاد لي كوكوط، الناس اللي كيبغيو الكوكوطه تيبلو ولا اللي محتاجه الكوكوط راه اثمنه زوينه. كذلك هاد المقالي هادو البنات، هادو انا خديت منهم بالضبط في هاد اللون هذا الغوص، حيت ما لقيتش البديل، ولكن جا زوين. دري لهم 99 درهم، صراحه زوينين. هادو انا عن تجربه كنت مجرباهم، يعني ما كيلصقوش وزوينين في الاستعمال ديالهم. كاين عاوتاني هاد السيت هذا ديال هاد ماشي طنجرات، ولكن شنو كيسميهم، المهم زوينين. كان فيهم حتى هما نفس اللون الغوص، دير 200 درهم فقط. وهنا عاوتاني لي سيرفيس ديال الكيسان، كانوا الكيسان انواع واشكال، كلهم دري لهم 100 درهم، من 200 درهم ل 100 درهم. شوفوا هادو ديال الريشه اللي خارجين دابا، يعني قل من 250 درهم راه ما كيتباعوش، دري لهم من الواحد ديال 120 درهم. زوينين البنات، الله الا غزلان، شو كي كيجيو زوينين بزاف. ولا مارك ديال ايليت، يعني ماشي ديال المغرب، هذيك ديال اسبانيا، حتى انا عندي نفس لا مارك. وعاوتاني حمقوني هاد الكويسات هادو الصغيورين، كيجيو ادميين، ومعاهم حتى لي طاس ديالهم، يعني لي طاس ولي بلا ديالهم، يعني بالطبيسل وكل شيء ليه 100 درهم. فيهم 6 ديال الكيسان و6 ديال الطبيسلات، يعني صراحه روعه. وهذا عاوتاني كيسان ديال الماء، كيجيو فقط 6 بهاد كيكونوا يا في الدوغي في لارجونتي، ديري ليهم 89 درهم. صراحة كانوا تخفيضات زوينين بمناسبة شهر رمضان، كيديرو فواحد البلاصة فواحد الغينيو بأن كيكون واحد لي زوفر محددين هي فداك النهار. مثلا أنا مشيت باليوم الأربعاء، فكيكونوا جميع التخفيضات اليوم الأربعاء، نهار الخميس كيكونوا تخفيضات أخرين. وهنا عاوتاني هاد الكيسان البنات واعرين واعرين واعرين، كيخلاتها بنتي قالت ماما هاد الكيسان ديال أونيكورن، تخيلوا معايا 40 درهم هاد الكيسان بهاد لي كولور وهاد القريعه ديالهم فنه ب 90 درهم. صراحه واعرين هادو، راني ما فلتهم شي البنات، واخا الكيسان ديالهم فيهم غير 3 ب 40 درهم، يعني باش تاخذوا 86 درهم، يعني بنفس الثمن ديال القرعه. فيهم هاد لي كوب هادو اللي كيجيو على هاد الشكل هذا، وفيهم الكيسان اللي كيجيو عاليين، وكذلك القصار. وهذه الشبكه ديال الحمام ب 50 درهم، هذه حتى هي خديتها في هذا نفس اللون بالضبط. كتكون فيها الشبكه ديال التصبين، وفيها سطل، وفيها البانيو صغير، والغطايه ديال
سميتو ديال الشبكه. وهنا عاوتاني هاد المنظمات حتى هما صراحه زوينين بزاف وكيفيدو بالنسبه للناس اللي عندهم لي بلاكار غارقين في الكوزينه، فهادو صراحه المنظمات زوينين. وهاد البلاصه البنات راه هي اللي قلت لكم فيها كيكون تخفيض ديال كل نهار، وشنو كيكون يعني كل نهار بسقوا هنا كيكونوا دايرين واحد الطابلو كبير كيقول لك تخفيضات اليوم الاربعاء ولا تخفيضات اليوم الخميس. هاد البلاصه داروها لاول مره في اسواق السلام يعني، وكتبدل هادشي اللي كتشوفونه كيتبدل كل نهار. فانا كي كتلاحظوا لقيت هذوك الطبيسلات اوفال كبير ماشي صغار ب 14 درهم، وكاينين هاد المقيلات ديال البغرير ودقيق ليا البنات الطبيسلات والله العظيم. وكاين هذوك المقاد ديال البغرير اللي فيها بزاف ديال باش كتخرج لك القياس واحد، وصراحه كانوا بزاف 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 ديال الحويجات اللي صراحه واعرين هكا الواحد اللي كيبغي ينظم لا كويزين ديالو. كذلك باش عجبني بانهم كيحطوا لك واحد السيري كله بنفس الالوان، يعني الا محتاجه انت الاصفر غتلقي صفر، تلقي الخضر تلقي النوار، تلقي كل شيء. كذلك شوفوا هاد العصاره ديال الحامض انا خديتها كانت ناقصه ما عنديش ب 14 درهم فقط، ومين جيت للدار وجربتها والله الا صراحه زوينه ويعني زوينه حرشه. وهنا القريعات ديال الزيت وهذا ديال العطريه ولا باش كديروا الشعريه، يعني كل واحد وفاش كيحتاج اي حاجه. صراحه انا لقيت شي حويجه كي قلت لكم، خديت هذاك المقيلات، شنو خديت، خديت العصاره ديال الحامض، خديت واحد الكيسان من تماك ديال اتاي، يعني صراحه خديت شي حويجات. ان شاء الله تبدا تقدر بشوي بشوي، وداك الساعات من غنبدا نشارك معكم لي فيديو غنقول لكم البنات هذه خديتها من هاد البلاصه، هذه خديتها من هاد البلاصه. المهم انا علاش درت لكم هذا الفيديو، حيت صراحه من دخلت فريمون حاطين داكشي زوين واثمنه مناسبه بمناسبه شهر رمضان، يعني داكشي زوين ومنظم اللي كيبغي يبدل. تبارك الله عارف الواحد قال لك راه حتى النظر حتى النظر كيعشق يعشق انه يشوف شي حاجه زوينه عنده في الدار. وكذلك عاوتاني عجبني صراحه هاد السيغي هذا كيبان بلدي رومي بهذا النقش هذا، كيعجبني بزاف انا من شحال هادي وانا باغا ناخذه، وكنقول خصني حتى نكون مستقره بالضبط في المغرب باش هكا يعني كل مره كتاخذوا، لان هادو كيكون شويه ثمنهم زايد. كيبيعوا على هذاك النقش ديالهم على اساس يعني شي حاجه بلديه مغربيه على حقه وطريقه. وكذلك هاد البلاصه عاوتاني حتى هي كانوا دايرين فيها دي بروموسيون زوينين البنات، يعني صراحه اش غنقول لكم، والله الا كانوا دي بروموسيون زوينين بزاف 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 اثمنه جد مناسبه في اسواق السلام. اش غادي نقول لكم، الفيديو ديالي راه غادي يسالي هنايا، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم بانني ساريتكم معايا. ما تنساونيش بلي لايك وانتظروني في فيديوهات جداد.